اللاعب الألماني الآن زيلينسكي، يا سلام لوبوتكا، يا سلام أنغويسا يتقدم، أنغويسا يا سلام، نابولي يا سلام، نابولي يا سلام، نابولي انتهى الكلام. إذا أردت الذهاب إلى السيرك في إيطاليا اتجه جنوبا إلى ملعب دييغو أرماندو مارادونا. أهلا بيك في نابولي، المدينة اللي فيها 3 مليون مدرب كلهم مجانين بفريقهم، سواء راجل أو طفل أو ست، كلهم عارفين إيه الأفضل لفريق الجنوب. حتى لو كنت طفل عندك 6 سنين هتكون عارف إزاي بيلعب نابولي، أو لو وصل بيك الأمر إنك عجوز عندك 80 سنة قاعد في البلكونة هتكون عارف ليه سباليتي غير تكتيك فريقه وإيه الأنسب للمرة الجاية. في مدينة نابولي هتلاقي الشغف اللي كنت بتحس بيه وانت بتتفرج على الكورة في طفولتك. الكورة هناك هي الديانة، وملعب دييغو أرماندو مارادونا هو الكنيسة اللي بتجمع كل أبناء المدينة. مفيش معنى لكلمة مشجع نابولي لو انت مولود في مدينة نابولي، انت اكيد نابوليتانو، مش مسموح تكون بتشجع فريق تاني. وفي الموسم الحالي نابولي بيقدم افضل كورة ونتائج في اوروبا حتى هذه اللحظة، فتعال نشوف النجاح الكبير ده سببه ايه. لكن قبل بداية الفيديو ما تنساش تدينا اللايك الجميل وتسيب لنا رأيك في الكومنتات، وطبعا الاشتراك في القناة لو انت لسه اول مرة تنورنا. ويلا بينا نبدأ. في الصيف اللي فات استغنى نابولي عن عدد من نجوم الفريق في السنوات الأخيرة، وفي مقدمة النجوم دي هو المدافع السنغالي المميز كاليدو كولوبالي، ومعه ميرتينز وإنسيني والحارس أسبينا، بالإضافة الرحيل فابيان رويز اللي كان بدأ يعمل شوية مشاكل مع إدارة الفريق. وقتها الناس قالت إن نابولي هيكون بعيد عن المنافسة على لقب الدوري الإيطالي، لكن اللي حصل كانت حاجة تانية خالص. إدارة نابولي قدرت تعوض اللعيبة اللي مشيت، وكمان تبني منظومة قوية جدا بقيادة المدرب لوتشيانو سباليتي. وعشان تفهم أهمية لقب الدوري في مدينة نابولي لازم نرجع بالزمن لأواخر الثمانينات مع دييغو أرماندو مارادونا، ظهور المسيح مارادونا وإنجاز تاريخي. في عام 1982 رحل مارادونا عن برشلونة عشان يروح فريق فقير بدون أي تاريخ في جنوب إيطاليا، والصفقة دي كانت مكلفة جدا وأكتر من قدرة النادي إنه يدفع ثمنها. وهنا يجي دور ذكاء الإدارة. رئيس نابولي وقتها وهو فيرلاينو راح لعمدة المدينة وقال له: رومي هي عاصمة إيطاليا، وميلان مدينة الأزياء، وتورينو هي المتحكمة في الاقتصاد الإيطالي، ونابولي محتاجة حاجة يا عمدة كده عشان تكون مميزة. وقال له إن الحل هو استخدام مارادونا، والعالم كله هيجي وراه لحد هنا عشان يتفرج عليه. ولما العمدة تردد بسبب مبلغ الصفقة الكبير وهو 12 مليون، الجماهير عملت صندوق تعاون وجمعوا فلوس عشان الصفقة تتم. وفعلا قدروا يعملوا كده، والمدينة اتملت بالسياح والصحفيين عشان يشوفوا مارادونا. ومع الوقت ازدهرت السياحة في المدينة، وبدأت الأحوال تتحسن بسبب لاعب واحد بس. ووقت وصول الأسطورة مارادونا ملعب السان باولي تم استقباله كملك وثروة قومية للمدينة كلها، قبل حتى ما يلمس الكورة أو يلبس تيشيرت الفريق، وبقت مدينة نابولي ومارادونا حاجة واحدة. ما ينفعش تجيب سيرة نابولي وما تتكلمش عن مارادونا. ويقدر مارادونا إنه يجيب لقب الدوري لنابولي لأول مرة في تاريخهم، وتبدأ الاحتفالات الجنونية في المدينة، لدرجة إن مجموعة من الجماهير راحوا عند مقابر أهلهم عشان يحكوا لهم عن اللي حصل، وانهم اخيرا قدروا يكسبوا أندية الشمال، ويطلقوا الجملة اللي هتفضل عايشة طول الوقت في ايطاليا، وهي: اه لو تعلمون ما فاتكم. في اشارة ان الناس اللي ماتت قبل ما تشوف مارادونا خسرت اعظم حدث في تاريخ المدينة اللي عاشوا وماتوا فيها. مارادونا يومها ما بقاش مجرد لاعب، بقى قديس ومعشوق الجماهير الاول. جمهور نابولي وقتها حسوا ان الحياه اخيرا انصفتهم، وان مارادونا كان هو المسيح في نظرهم اللي اخيرا حسسهم بالسعاده. ويقرر مارادونا الانجاز مره ثانيه، ويفوز بالدوري الايطالي للمره الثانيه في تاريخ نابولي موسم 89 90. وبعد رحيل مارادونا عن الفريق تراجع مستوى نابولي ونزل للدرجه الثانيه، واوشك على الافلاس في 2004 عشان يتدخل المنتج السينمائي اوريليو دي لورينتس ويشتري النادي وينقذه من الازمه. وبعدها يبدا الفريق في التطور مع الوقت عشان نوصل للموسم اللي احنا فيه. فن الاداره كيف تبني فريقا خارقا. بعد رحيل كوليبالي ظهرت اسماء في الدوري الايطالي عشان تعوض مكان الاسطوره في الدفاع، لكن اداره نابولي فكرت بره الصندوق وراحت للدوري التركي في اختيار كان غريب جدا وقتها. المدافع الكوري الجنوبي كيم مين جاي مدافع فنربخشة كان هدف اداره نابولي لخط الدفاع، ورغم انه قدم موسمين رائعين جدا قبل الوصول لنابولي، لكن كان في شكوك في قدرته على تعويض لاعب بحجم كوليبالي، لكنه كان اكتر من رائع خلال الموسم، وزي ما بيقولوا احسن خلف
سلف لأفضل سلف. قوة بدنية كبيرة وفوز بالصراعات الهوائية والأرضية، ده غير دوره القيادي في خط الدفاع. أما بقى على مستوى وسط الملعب، تعاقده مع الكاميروني إنجويزا بشكل دائم من فولهام، وكمان اندومبلي عشان يعوض فابيان رويز، وكمان أضافوا أوستيغاردو أوليفيرا عشان يضيفوا قوة لدكة البدلاء. ده غير راس بادوي وسيميوني وألماس مع الحفاظ على المهاجم النيجيري أوسيمين اللي هنتكلم عليه كمان شوية. وبالصفقات دي بقى عند نابولي ثلاثي متكامل في نص الملعب، وهم زيلينسكي ولوبوتكا وإنجويزا. زيلينسكي هو صانع الألعاب المتأخر، عنده إمكانيات تسمح له يلعب في أي مركز في نص الملعب بكفاءة عالية، كنترول مميز، قدرة على المراوغة والتوغل في دفاعات الخصم، وتمرينات متقنة للاعبي الهجوم. بيقدر يتحكم في رتم المباراة لصالح نابولي ولعب الكرات البينية بدقة عالية. أما لوبوتكا اللي نضج بشكل كبير تحت قيادة سباليتي، أصبح عنده ذكاء تكتيكي وقدرة على إفساد هجمات المنافسين من بدايتها. تمركز دفاعي أكتر من ممتاز، وقدرته على التسليم والتسلم تحت الضغط خليته بقى الحل لنابولي في الخروج بالكورة ضد أي فريق. وآخر لاعب في الوسط وهو إنجويزا، واللي شافه قبل كده عارف أنه تحول 180 درجة الموسم ده. انطلاقات سريعة وتكملة في الجانب الهجومي بتكون مفيدة للفريق أغلب الأوقات، وده انعكس بشكل كبير على قيمته التسويقية اللي وصلت 38 مليون يورو، رغم أنه أول ما وصل نابولي كانت قيمته 25 مليون بس. وبوجود الثلاثي ده، نابولي بقى عندهم نص ملعب قادر على قطع الكرات والضغط العالي، ده غير المساعدة في الخروج بالكورة بشكل سليم، وكمان التحول الهجومي السريع عن طريق إنجويزا وزيلينسكي، من غير ما ننسى تسديدات زيلينسكي القوية. وبكده الفريق بقى عنده عناصر مميزة بكل خط تقريبا، لكن كان ناقص يشتروا لاعب عشان يعوض رحيل إنسيني وميرتنز. وطبعا انت عارف انا هتكلم عن مين دلوقتي، ملك السهل الممتنع الممتع الموسم ده في أوروبا كلها، اللاعب اللي كل حاجة بيعملها في الكرة سهلة جدا مقارنة باسمه، خيفيتشا كفارستخيليا، اللي مفروض كان جاي يعوض ميرتنز أو لورينزو، وفجأة بقدرة قادر لقيناه بيعوض مارادونا وبقى اسمه كفارادونا، الثنائي الذهبي وحلم مدينة الجنوب. كفارتسخيليا كان أفضل لاعب شاب في الدوري الروسي سنتين ورا بعض، موهبة من جورجيا محدش يسمع عنها أي حاجة. قدر فريق نابولي يتعاقد معاه ب 10 مليون يورو بس، وده رقم قليل جدا بالنسبه لموهبته المدهشه. كفاره هو وينج بيقدر يغير سرعته في اقل من الثانيه ويغير رتم فريقه. بص كده على شكل الملعب والكره في رجله قبل وبعد ما يرقص المدافع اللي قدامه، هتلاقي فوضى تربك اي دفاع. مهارته وقدرته الاستثنائيه على المراوغه والتسجيل خلت الدفاع ضده شيء اشبه بالمستحيل. هتقفل عليه العمق، هياخدك الوينج ويتسلى عليك ويخلي كل الجمهور يضحك على منظرك بعد ما يرقصك. هتقفل عليه الخط، هياخد الكورة وينطلق لقلب الملعب ويصنع كورة واتنين وتلاتة لزمايله. كفارة الموسم ده لحد اللحظة اللي اتكتب فيها الفيديو ده صنع 9 أهداف في الدوري الإيطالي وسجل 10 أهداف، يعني شارك في 19 هدف في الدوري رغم أنه لعب 18 ماتش بس، منهم مباراة كان بديل. وعشان تفهم أهمية الراجل ده بالنسبة لجمهور نابولي، أحب أقولك إن الصحافة الإيطالية طلعت بأخبار عن المافيا في مدينة نابولي، واللي قالوا فيها إن كفارستخيليا مش هيخرج من مدينة نابولي إلا في حالة واحدة بس، وهي الموت. عزيزي المشاهد، يعني من الآخر كده الراجل ده بتاع نابولي طول ما هو عايش، ودي المافيا يعني مفيش هزار. واللاعب الثاني في الثنائية هو فيكتور أوسيمين، هداف الدوري الإيطالي حاليا، واللي ظهر للعالم أول مرة خلال بطولة كأس العالم تحت 15 سنة، واللي قدر يتصدر فيها ترتيب الهدافين ب10 أهداف. أوسيمين صاحب القوة البدنية الجبارة وسرعته العالية اللي بتخلي حياة المدافعين ضدهم أصعب شيء، واللي اتعاقد مع نابولي في 2020 مقابل 75 مليون يورو من نادي الليل الفرنسي. وبسبب رقم الصفقة الكبير جدا، تم انتقاد أوسيمين من قبل ما يشارك في أي دقيقة مع نابولي، لكن مع الوقت اتضح أن إدارة نابولي كانت ذكية وعارفة هي بتشتري مين وهيقدر يضيف إيه للفريق، والنتيجة أنه سجل في الدوري الإيطالي 18 هدف خلال 18 مباراة، ده غير أنه صنع 3 أهداف لحد دلوقتي. أقل حاجة تقدر توصف بيها قدرة أوسيمين على إنهاء الفرص هي أنها خارقة للعادة، أهداف بكل الأشكال والوضعيات، وأهداف من زوايا صعبة جدا بتلاقيها فجأة جوه الشبكة، ده غير ان صاحب ال 186 سنتيمتر عنده ذكاء كبير في التحرك وقراية الهجمة، وده اللي بيخليه في اغلب الوقت موجود في المكان المناسب. وبكده تكون الثنائية دي هي الاكثر قوة ورعب في البطولات الاوروبية لحد النهاردة.
نتائج مدهشة واقتراب اللقب. نابولي الموسم الحالي في الدوري الإيطالي لعب 23 ماتش خسر فيهم 7 نقط بس، فاز في 20 مباراة وتعادل مرتين وخسر لقاء وحيد في الدوري لحد دلوقتي. أقوى هجوم وأقوى دفاع، عنده هداف الدوري اللي هو أوسيمين وأفضل لاعب في الدوري هو كفارسخيليا، وقدر انه ينفرد بالصدارة برصيد 62 نقطة بفارق 15 نقطة عن صاحب المركز الثاني وهو انتر ميلان. وخلال الماتشات دي قدر يكسب كل الفرق المنافسة له على لقب الدوري باستثناء الانتر، يعني كسب ميلان وروما ولاتسيو، ده حتى يوفنتوس اللي كان اخيرا بدأ يفوق ويقدم مستوى كويس بعد كاس العالم نابولي راح قاضي عليه وكسبه بخماسية تاريخية، واللي بيقول عنها أوسيمين انها اكتر ماتش هيفضل فاكره في تاريخه، عشان وخلال الدور الاول بس يقدر يحقق 50 نقطة، وده رقم قياسي في تاريخ نابولي عمر ما حد وصل له. ومش بس في الدوري الايطالي، لا ده في دوري ابطال اوروبا نابولي قدم ملاحم الموسم ده. مثلا في دوري المجموعات قدر يكسب ليفربول بالأربعة في اول ماتش في البطولة، الماتش اللي كان بالطول والعرض لصالح نابولي اداء ونتيجة، وكان ممكن النتيجة تكون اكتر من كده وتبقى هزيمة تاريخية لليفربول. وبعدها راح متسلي على رينجرز في اسكتلندا بالتلاتة، وجي بعدها الدور على مين؟ ايوه هيكسب امستردام الهولندي اللي كسبه في هولندا على استاديو هاين كرويف 6-1، عشان بدري يحسم صدارة المجموعة لنفسه ويكمل دور المجموعات ويصعد أول برصيد 15 نقطة بعد 5 انتصارات متتالية. وما خسرش بس غير ضد ليفربول في ملعب الأنفيلد في آخر ماتش من دور المجموعات، وهو أصلا حاسم صدارة المجموعة من قبلها. والكلام دلوقتي ما بقاش بس على إن نابولي هيكسب الدوري الإيطالي، لأن ده شيء أصبح شبه محسوم، لكن كمان الناس بتقول ليه نابولي ما يكسبش دوري الأبطال؟ فرقتهم قد تكون الأقوى في أوروبا فعليا، ولو بصيت على الفرق المرشحة كل سنة زي الريال والسيتي وباريس هتلاقي كل فريق فيهم عنده مشاكل كتير، سواء مشاكل فنية زي الريال وباريس أو مشاكل إدارية زي السيتي ومشكلة اللعب المالي النظيف. وعلى مستوى الأداء الموسم ده مفيش فريق في أوروبا عنده استمرارية نابولي، ولو بصيت على كل المعطيات دي بتقول إن والله ليه لا؟ فعلا نابولي يقدر يحقق المعجزة دي، وزي ما شفنا أياكس وتوتنهام في 2019 وهم بيعملوا تاريخ في دوري الأبطال، وارد جدا ان الدور السنة دي يكون على نابولي عشان يحقق أول بطولة دوري أبطال في تاريخه. وزي ما الأرجنتين فازت بالكوبا وكاس العالم بعد رحيل الأسطورة مارادونا، واضح ان نابولي هو كمان هيرجع لقب الدوري بعد غياب 32 سنة وبرضه بعد وفاة مارادونا، عشان يكون أول لقب دوري تفوز بيه نابولي على ملعبها بعد تغيير اسمه إلى استاد دييغو أرماندو مارادون. دي كانت قصة نابولي الموسم ده، واللي منتظر انها تستمر بنجاح لنهاية الموسم ويكسبوا الدوري، ومن عارف ممكن اخر الموسم نلاقي نابولي في نهائي دوري الابطال وبيرفع البطولة للمرة الاولى في تاريخه. انت بقى يا صديقي شايف نابولي يقدر يحقق لقب الدوري ودوري الابطال، ولا الموضوع هيكون صعب عليهم؟ ما تنساش بقى تشجعنا باللايك وتسيب لنا رأيك في الكومنتات عن توقعاتك لبطل دوري ابطال اوروبا الموسم ده، والسلام ختام سلام. نابولي يا سلام، نابولي انتهى الكلام، انتهى الكلام.